طرد داعش من الرقة. يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية الأمري ريكس تيلرسون أن واشنطن لا تنوي إنشاء جيش على الحدود السورية التركية. السلام عليكم أيها الشعب السوري والشعوب العربية. موضوع خطير أرجو أن تسمعوه وسوف أعلق خلال دقائق إن شاء الله. وبعد أن كانوا يقولون إننا سنجمع السلاح من المقاتلين الأكراد، ولكن رئيس الجمهورية كان ينتظر أن يتم التطبيق الفعلي لهذه الوعود، لكن الولايات المتحدة لم تفي بوعودها، وعندما لا تفي واشنطن بوعودها فإن أمتنا لن تكون آمنة. نحن حلفاء ويجب على الولايات المتحدة أن تفي بالوعود. نحن مجبرون على القيام بهذا التدخل العسكري في عفرين، ومن أجل تأمين العمليات الجوية نتباحث مع الروس والإيرانيين وننسق معهما. في هذه الأثناء توجه رئيس الأركان التركي ورئيس المخابرات إلى موسكو في وقت تواصل فيه القوات التركية استعداداتها العسكرية قرب الحدود السورية، حيث قام الجيش التركي بإزالة أجزاء من الجدار الحدودي على الحدود التركية مع عفرين السورية. تأهب لأعلى مستوى على الحدود التركية السورية مع تهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية ضد القوات الكردية المسلحة في سوريا، عملية تستعد لها أنقرة سياسيا وعسكريا. فعلى الجانب السياسي صدرت مواقف حاسمة من جانب وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو تؤكد أن أنقرة لم تقتنع بما يقوله المسؤولون في واشنطن بشأن مسألة دعم الأكراد في شمال سوريا. حديث الوزير التركي عن انعدام الثقة في الولايات المتحدة كان لافتا، مذكرا واشنطن بما قال إنها وعود أمريكية لم تنفذ في مدينتي منبج والرقة في سوريا، خصوصا فيما يتعلق بسحب السلاح من الأكراد السوريين بعد طرد داعش. موقف أنقرة يأتي بعد يوم واحد من نفي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده تنوي إنشاء قوة من المقاتلين الأكراد على الحدود السورية التركية، ومن الواضح أنه لم يكن تصريحا كافيا لطمأنة الأتراك. فالمشهد يهدد بمواجهة سياسية بين تركيا والولايات المتحدة على الملعب السوري على الرغم من عضوية الدولتين في حلف شمال الأطلسي. الاستعداد السياسي التركي لعملية عفرين اتخذ أبعادا أخرى، منها التنسيق مع روسيا وإيران لاستخدام المجال الجوي السوري. ويبدو أن هذا التنسيق استدعى سفر رئيس الأركان التركي ومدير المخابرات إلى العاصمة الروسية، فأنقرة تدرك أن عملية عسكرية بدون موافقة روسية أمر غير ممكن. تطورات تأتي بعد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي أعلن أن أنقرة لن تسمح بتشكيل ما وصفته بالجيش الإرهابي على حدودها، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب. طيب كما رأيتم يعني الحقيقة يعني تخبط تركي كردي في سوريا مثل العادة عم يلعبوا. أولا أنت يا أردوغان تأخرت كثير في التدخل في سوريا بطريقة صحيحة، وخاصة بعد بيع حلب. يعني نحن ليش نلف وندور؟ يعني أنت تعرف أن أمريكا وروسيا تريد أن تلعب بالأكراد والأتراك والإيرانيين والملف السوري كما يناسب مصالحها ويناسب مصالح روسيا. أنت الآن يا أردوغان انتبه من الفخ الذي يرسموه لك. أمريكا ترسم لك فخ بأن تدخل إلى عفرين وتواجه 30 قرية على الحدود السورية، وسوف تورطك في مجازر، وعندما تتورط في المجازر أنت والجيش التركي سوف يجهزون حصار اقتصادي ضد تركيا، وهذا فخ يعني يجب أن تنتبه إليه. أنا أنصحك بأنك لا تدخل الجيش التركي وأعطي الدعم للثوار السوريين وهم بيخلصوا وبتخلصوا من بشار الأسد، وإذا خلصت سوريا من بشار الأسد الشعب السوري هو بتولى حماية الحدود السورية التركية، والجيش السوري الجديد هو الذي يتولى. لأنك أنت الآن إذا تدخلت عسكريا فسوف يتهموك بمجازر كما اتهموا تركيا بمجازر الأرمن، ولازم تعرف الكيد السياسي، لازم تعرف تلعب صح. بوتين لا يريد لك الخير ولا أمريكا، وإذا سمحوا لك تستعمل الطيران وورطوك في مجازر
في مدينة عفرين وفي القرى الكردية في شمال سوريا، فتركيا سوف يدفعوها ثمنا باهظا. شايف كيف؟ إيران ضعيفة، ورطوها في سوريا وضعفت، والآن الإعمار يقومون به الروس، وإيران طلعت من المولد بلا حمص، فأخرجوا إيران من القوة في سوريا. فيا أردوغان، هناك صراعات خطيرة ومعقدة في سوريا. ادعم الشعب السوري بصدق لوجه الله وفي سبيل الله لكي يأتي النصر من عند الله. النصر لن يأتي من روسيا، بعت رئيس الأركان إلى روسيا لتأخذ منه إذن، وبعت بطيخ آخر إلى يأخذ إذن من 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 روسيا. روسيا وأمريكا يرسمون فخ لك لكي يضعفوا الجيش التركي، وإسرائيل سوف تعطي روبوتات للأكراد وتستفزك وتستنزف وإلى آخره. فأنا لا أنصح بأن تدخل تركيا في معمعة في عفرين، لأن هذا سيكون استنزاف للجيش التركي. يجب التركيز على القضاء على عصابات بشار الأسد ونصرة الشعب السوري، لأن الشعب السوري قضيته عادلة ويريد العدل ويريد الحرية والكرامة، ويجب أن تدعم هذه الأشياء ولا تلعب بأوراق القوميات. لا تلعب بأوراق القوميات. أنت عندك 15 مليون كردي في قلب تركيا، وسوف يلعب بهم الروس والأمريكان. أنت حاول أن تتصالح مع الأكراد، وحاول أن تتعاون مع الأكراد في القضاء على بشار الأسد، ولا تدخل في الفخ. هذا الفخ الروس الأمريكي ضد تركيا، وأرجو التركيز على القضاء على بشار الأسد وعصاباته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.